بسم الله الرحمن الرحيم. لدينا 3 أنواع من البصل: الأبيض، الأحمر، البصل الأصفر. هذه الأنواع موجودة في السوق، ولا سيما في فصل الصيف كتكون موجودة وكتمثل الأثمنة في المتناول. هذا البصل بصفة عامة فيه فوائد كثيرة لصحة الجسم. البصل غني بمضادات الأكسدة التي تحتوي على الكبريت، فيه الألياف، فيه فيتامين أ، فيتامين ك، غني بالكالسيوم، المغنيسيوم، الزنك، النحاس، السيلينيوم. فوائد: منها خفض ضغط، منها تحسين صحة القلب ودعم الجهاز المناعي ضد أمراض الجهاز التنفسي والحساسية. فوائد كثيرة جدا. غير هو كل نوع كيتميز عنده واحد المميزات ديالو. مثلا لاخدين هذا البصل الأبيض، هذا البصل الأبيض هذا مطهر مهم للفم من البكتيريا والجراثيم، ويعالج مشكلات الجهاز التنفسي مثل التهاب الرئتين والأنف والحرق وكذلك القصبة الهوائية. والغالبية ديال السيدات كيختاروا هذا البصل الأبيض، وذلك لوضوح طعمه رغم أن عنده واحد الرائحة نفاذة. كيختاروا السيدات لأنه يعطي للطعام المطبوخ طعم مميز وظاهر، عنده واحد طعم جميل جدا. وهذا الأبيض يستخدم في غالبية الوصفات التي تحتاج طبخا جيدا، وكيكون عليه واحد الإقبال في الأعراس، في الولائم، في المناسبات. و بالنسبة للسلطة لا يفضل استخدامه في السلطة، من الأفضل هذا الأحمر يستخدم في السلطة جيد، أما هذا الأبيض فمن الأفضل لا. وهذا الأبيض لا يتحمل التخزين لفترة طويلة مقارنة مع هذا البصل الأحمر، هذا يمكن لنا نخزنوه ويبقى عندنا واحد المدة طويلة. البصل الأحمر هو اللي موجود بكثرة. من الفوائد ديال هذا البصل الأحمر أنه يعمل على خفض الكوليسترول في الدم، ويمنع تجلط الدم وتصلب الشرايين، وكيساهم في منع تكون الخلايا السرطانية ويدعم جهاز المناعة. سواء كان أصفر أو أبيض أو أحمر فهو يدعم جهاز المناعة. إذن هذا مزيان في السلطة، هذا في الأشياء التي تطبخ طبخا جيدا. وهذا البصل الأحمر يمتاز بسمكه وقوامه الثقيل خاصة في تحضير الصلصات، وفيه السوائل أكثر، ويحتوي الكثير من السوائل، فلذلك يفضل إضافته إلى السلطة لأنه ذو طعم أقل لذوعة، هذا أفضل في السلطة. والمذاق ديالو عنده واحد المذاق مائل للحلاوة، مع السوائل في مذاق مائل للحلاوة، فمثلا يعطي لأطباق الشوربة التي يضاف إليها مذاقا سكريا لذيذا. بالنسبة للبصل الأصفر هذا هو أكثر استخداما ومتعدد الأغراض، ويصلح لكل ما ذكرناه، يصلح لكل أنواع الطعام. غير هو فقط عند طبخه جيدا تزداد الحلاوة فيه، يعني يصبح أكثر حلاوة كلما طال طهيه. إذن هذا عليه مزيان تولى هادشي ديال الولائم والأعراس والمناسبات. وفي الغالب كنلقاو هذا البصل الأصفر في حجم قبضة اليد، يعني الغالبية كنلقاو هذا الحجم، وكتكون عنده واحد القشرة خارجية صلبة وطبقات لحمية. فنحاولوا نتناولوا هذا البصل. والإنسان يوميا راك يحتاج واحد البصلة في اليوم مثلا، هذه لا يزيد ولا ينقص عليها، مثلا مثل هذه يحتاجها الإنسان يوميا. البصل راه من الخضروات التي يجب أكلها يوميا، بصلة كالماء مثلا. مثلا إنسان بالغ رجل يعني ذكر كيحتاج واحد 3.7 لتر من الماء يوميا،
في حين النساء تحتاج أقل تقريبا 2.7 لتر إلى 3 لتر. ملي كيكون الماء في هاد ديال الطين كيكون صحي أكثر، يعني تاخذوا من الحنفية يعني الصنبور وتصبوا في هاد القلة، كنقولوا حنا القلة أو جرة الطين، وبعد مرور ساعة كترجع ليه الحيوية ديالو، لأنه كيكون مضغوط، ولكن مع الطين كترجع ليه ديك الحيوية ديالو كيستافد منه الجسم. لذلك كانوا الأجداد قديما يعني ينعمون بصحة وعافية، كانوا كيشربون هذه ديال الطين، هذه راه يعني الإنسان كيحتاج لهذه يشربها يوميا تقريبا واحد تقريبا 3 لتر. إذا هذا هو البصل ذكرنا به، الآن في هذا الصيف كيكون موجود بالكثرة، فالإنسان يحاول يتناول البصل سواء أحمر أو أصفر أو أبيض، وجميع الأنواع مفيدة. مثلا هذا في عندما ملي كنطبخوه داك الطبخ كي يصبح يميل إلى الإسوداد، يميل إلى الإسوداد، فلذلك ترى السيدات يقبلن على هذا الأصفر وهذا الأبيض. هذا في السلطة جيد بالنسبة للطعم، الطعام المطبوخ جيدا هذا البصل يميل إلى الإسوداد، فالإنسان ما كي كنقولوا حنا ما كيعجبوش هذاك المنظر ديالو. البصل غني بالعناصر الغذائية، فما علينا إلا تناوله حتى نعم بصحة وعافية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.